لن نتواطأ على جعل المنكر معروفا. الدين الإسلامي ينهى عن التكبر، ينهى عن السخرية، ينهى عن الاستهزاء، ينهى عن التنمر. طيب، هل الدين الإسلامي أجاز للمرأة المنتقبة نقابا كاملا أن تلعب أمام الرجال؟ فكيف بفخاذ المبتوتة وعورات المكشوفة؟ هما في التحريم سواء، هما في مرتبة التحريم سواء، فقد انتقل فعلهن من الحرام إلى الكبيرة، لأنه جمع بين معصية وبين الإعلان بالمعصية، ومن جاهر بالمعصية كما تقول القاعدة فلا غيبة له، فلا غيبة له. هذا لا تدخل فيه غيبة ولا نميمة، وإنما هو من التحذير من هذا المنكر التي ارتكبته هاته النسوة. فنحذر من منكرهم وندعو لهم بالهداية وبالتوبة. هذا هو ديننا الإسلامي، ولازلت أرفع التحدي وأسألهن وأسأل كل معترض أن يستفتي عالما مرضيا في هذه الأمة الإسلامية مهما كان شربه، إن كان يجيز للنساء أن يلعبن هذه المباريات. وأخيرا أقول، كل من يبارك وكل من يهنئ وكل من يشكر المنتخب على فوزه فإنه يرضى بمعصيته، يرضى بمعصيته ويكثر سواد هذه المعصية. السلام عليكم.